تعالي أصدقاء نعمل فيديو مع بعض في جوبت. طبعا جوبت هي ست الكل، طبعا ست الكل. أكيد حضرتك جربت كل الشركات، وأكيد جربت جوبت وشفت طعامة الفوز فيها يا صديقي، شفت الناس اللي بتتكلم عنها. طب النهاردة معانا 1800 جنيه في جوبت، كمل معانا الفيديو وهنلعب كريستال مع بعض ونشوف ال 1800 جنيه هيوصلوا كام مع المدح. هنبدأ أول جيم يا صديقي مع بعض في كريستيانو، نقول حلال الله أكبر. 33 جنيه، طارت أول 33 جنيه، حلوة جدا. جو بت يا جماعة، أنت بتشوف طبعا الناس اللي بتروج بيها وعمالة تكسب، إحنا هنكسب من جو بت مبلغ محترم يا جماعة. لازم نخلص حقنا، لازم نعوض خسارتنا من جو بت لست الكل. على فكرة يا صديقي لازم تفهم معلومة، لو مش فاهمها، جو بت ملي بيت لاين بيت، كل ما يرتبط ببيت هي وان اكس بيت، ما الا افرع متتاليه، عشان حضرتك تخش تجرب هنا وتجرب هنا وتشوف الحظ هنا وهنا، فبالتالي هتلاقي نسبه الحظ خوازيق كالعاده يعني. بس تقريبا جو بيت هتكسر الموازين معانا يا جماعه. خد بالك ب 1800 جنيه يعني مبلغ مش صغير، فاهمني يا صديقي؟ ممكن يكون مرتب شهر لحضرتك، ممكن يكون شغل اسبوع، ممكن شغل 3 ايام، على حسب الفئات اللي بتشتغل، وممكن تكون عواطل برضه وكنت محوشهم عادي، مفيش مشكله زي حالاتي. خلينا مع بعض ونشوف الجو بت هتعمل معانا ايه. على فكره انا بلعب على طريقه على الحركرك، العب على الحركرك تاخد المظبوط. يا سلام احلى جو بت طبعا يا جماعه، خد بالك من الارباح، خد بالك من الفشخان والشغل التقيل. تقريبا يا جماعة جوبت تتميز عن أي فرع آخر، تمام؟ جوبت بالتحديد أي فرع آخر في ملة، قصدي يعني في أسرة بيت دي، بتتميز بحاجات كتير جدا. أول حاجة خسارة، أول شركة تخسر فيها تكون جوبت، تمام؟ تليها على طول لاين بيت، الام الاكبر طبعا وان اكس بت، كلهم شبه بعضهم يا صديقي. وبعدين ما تفرحش المبلغ ان انت تاخد جيم او اتنين، اللعبه مش بتدي لك غير لما تاخد منك، لكن هنا هتاخد منك وتدي لك قصور. طبعا كلنا بيبقى تحت تاثير البنك زي ما بيقولوا، لكن دي بنجها شديد شويه. اللعبه دي كريستال مش جوبت، جوبت دي ارمم شركه، تمام يا صديقي؟ من ضمن الهلافيت انا بكلمك عن لعبه كريستال، لان دي فيها رموز كتير بتؤدي الى السحر كما قال الاخ الفاضل، تقريبا هو ده السبب. هنتكلم في النقطه دي قريب جدا، وهنشوف القصه بتاع السحر والشعوذه والكلام ده، وهناكدها مع بعض. بس قبل ما نقول معلومه لازم نتاكد منها الاول. خلينا في مصيبتنا النهارده يا جماعه، جوبت ب 1800 جنيه كلنا هنقدر نجيب المبلغ ده، مفيش مشكلة. على فكرة دي اسمها استراتيجية على الحركرك، بذكرك كمان مرة على الحركرك. بص يا صديقي، اعمل تركية جميلة جدا، هلغي الواي فاي وهلعب على البيانات على السيستم. دي صغرى على فكرة، دي صغرى جميلة جدا، اوعى تجربها تخرب بيتك برضه. بص يا صديقي، شفت عادي، اكس بدنجان مع اكس سلطة مع اكس فلوس بتضيع مع اكس خراب، اكس خراب. كمل الفيديو يا صديقي، انا عارف في حوارات كتير في دماغك وبتقول لي الفلوس دي جبتها منين. هقول لك دلوقتي، هقول لك كل هيبقى على الطبيعه دلوقتي، مع ان كل الفيديوهات اللي انت بتشوفها بره بتبقى نفس الطريقه دي على فكره. المبلغ الصغير اللي انت بتشوفه ده وبيعمل لك اي لقطه كده واي حوار، يجيب لك مبلغ ناقص 200 جنيه 300 جنيه، فاهمني؟ يعني 1400 1500 2000 2000 ونص كده يعني. انا هقول لك التركه دي بتتعمل ازاي دلوقتي. خلينا بس نشوف الفيديو بتاعنا، جوبت هتوصلنا كام ل 1800 جنيه. بص، عملت الملح على دي، يعني بدور لها على اي صيغه اطلع واخرج، اي حاجه، فاهمني؟ اي حاجه بس تكسبنا مره، تدينا جيم، تدينا حتى المبلغ بتاعي، اي حاجه. مفيش جوبت يا جماعه الصراحه، يعني شركه مميزه جدا، خد بالك كله قدام عينيك، شركه مميزه جدا في الخساره. خدت بالك من التركه دي؟ خدت بالك من التركه دي؟ انت ممكن تتوهم دلوقتي وتقول ده بص اديتك كام؟ ما هي صديقي واخده 1800 في الاول. هي كانت واخده 1800 في الاول.
مش هتدي لك، هي بتعوض لك جزء من مبلغك علشان تجرك ناحية اللي انت تكمل. خلاص انت بتتوهم في دماغك ان انت تاخد كل مرة 1000 ومبلغ 1000 وكسور، لكن لا. والاخ اللي بيقول لك ترجع ل10 دي، لا مؤاخذة في الكلمة، الله يصلح حاله يا صديقي، ده سيستم مبرمج. لعبت ب10، ب100، ب50، ب1 دولار، ب100,000 دولار، كده كده هيخسرك هيخسرك. ولما بيحس بيك، فهمني، ان انت خلاص اندمجت في اللعب، بيبدأ يسحلك سنة سنة، يدي لك مبلغ يكسبك شوية وبعدين يسحب منك بالبطيء من غير ما تحس. وفجأة انت تلاقي نفسك خلاص، لا انا هلعب بجمدان وجمد قلبي كما يقولون اصحاب الفشخان اللي فشخونا كلنا الصراحة، يعني فشخونا كلنا، معلش. تمام يا صديقي، خلينا مع بعض نشوف جوبت، شركة شيقة ممتعة. والله لو تقلبت قرد، لو اتقلبت قرد خلاص يا باشا. هي بص نوت، خلاص هي كده ناوية انها تلحسك، تكسبك جيم واتنين، وبعدين ايه، خد عندك، خد عندك بالك. احنا اتخطينا ال 1800، بالله عليك اتخطينا 1800 وانت حضرتك قاعد تتفرج على الفيديو؟ مفيش يا باشا، مفيش الكلام ده، مفيش. خلاص يا باشا، هي في 2024 خلاص الشركات دي هتسحب، بتسحب لان خلاص اتقدمت بلاغات كتير، وناس كتير ضحايا، وناس اتقتلت، وناس هتموت، وشباب هتضيع، هتبدأ تتسحب يا باشا من بلدنا ان شاء الله قريب جدا. فدلوقتي بتسحب كل الفلوس اللي مع الناس، عشان تبقى فاهم يعني. لو لسه مفكر نفسك ان انت تخش تكتب في الالعاب دي، انسى انسى. خدها نصيحة من اخ، خدها نصيحة من اخ مدمر من قبل. ما تصدقش اي حد يرقص لك ويقول لك بص الكسبان، ما هو قدامك اهو مبلغ صغير ولعب عادي طبيعي زي اي لعب. احنا بنفتي ولا بنجيب من عندنا حاجة؟ قدامك اهو لعب طبيعي ما فيهوش اي مشاكل. الناس التانية بتكسب ازاي ما تعرفش. بص يا صديقي، بص يا غالي، للمرة والمليون بأكد لك، اللي بيعرضوا لك فيديوهات دول، دول بينقوا يا باشا، بينقوا لك الفيديو اللي هو في كسب فيه وبيعرضه، لأن هو أصلا بيلعب بحسابات تجريبية، واللي قدامك ده حساب تجريبي بره. هو تكون فاكر يعني دي مبلغ صغير، أيوة مبلغ صغير يقدر أي حد يشحنه، لكن ده برضه حساب تجريبي، وده مبلغ عملت خصمت أنا مبلغ منه كبير كده، وعملت لك بالفيديو علشان يصدق ان هو مبلغ صغير، لكن في الحقيقه برضو كلها حسابات تجريبيه. وانا هنا بنصحك، فارق كده 1800 جنيه، اعتبر نفسك انت اللي كنت بتلعب. باي باي يا صديقي.